يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني مسافر إلى فرنسا لمهمة عمل لمدة 20 يوما. نعم. مسافر، يقول إني مسافر إلى فرنسا لمهمة عمل لمدة 20 يوما. نعم. فهل أقصر الصلاة وأصلي كل واحدة في وقتها، أم أقصر وأجمع الصلاة مع بعضها، وماذا أفعل في صلاة الجمعة؟ يا أخي، إذا كنت تريد إقامة في أي مكان، في فرنسا أو في الطريقة، تريد إقامة تزيد عن 4 أيام، يجب عليك إتمام الصلاة وأن تصلي مع الجماعة. إذا وجدت الجماعة حولك جماعة يصلون، يجب عليك أنك تصلي معهم. صلاة الجماعة واجبة مع الإمكان، يجب عليك الإتمام ويجب عليك الصلاة مع الجماعة القريبة منك. أما القصر والجمع إنما هو في الطريق فقط، أو إذا أقمت إقامة لا تزيد على 4 أيام أو ما تدري ما تحديدها، فلا بأس أن تقصر لأنك لم تنوي الإقامة. هذه هي القاعدة في السفر. نعم. والجمعة إذا كان عندك ناس يصلون جمعة، صلي معهم وتجزيك عن الظهر، وإذا كان ما عندك جمعة قريبة، صل الظهر. الحمد لله. نعم. أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.